واحنا المشكله باختصار ان هو كان المفروض ان هو لنا المدينه هنا على ان فيها مجموعه من الخدمات اللي هي مش موجوده خالص زي صاله جيمانيزيوم وصالة جيم وملابس و و و سكواش وملاعب مغطاه وقاعه رجال اعمال. علينا الشقق طبعا باسعار فلكيه. <applause> على اساس ان الفيو بتاعنا طبعا نادي وجنينه فوجئنا بانه جه حفر الجنينه الوحيده اللي هي المتنافس الوحيد لنا طبعا في الـ في الـ في الـ في الـ وحفروا وبيبني حاجه بيقول ان هي واحده صحيه طبعا أو حضانة الموضوع وصل لايه وصل بقى ان هو يجيب بلطجيه عشان خاطر ما حدش يعترض وصل ان هو يضربوا نار في الهواء يرهبوا السكان بركن العربيه بتاعتي قدام كان في عربيه رمل بتنزل لي او لغيره رمل او كده من ناحيه بيتي الراجل المقاول نفسه تقريبا اسمه باهر حاجه كده يعني الراجل قال له اخبطها يعني يعني اخبطها دي عادي يعني مثلا اخبط مثلا نمله فطبعا الراجل دخل فيا وخبط العربيه وخبطني وقعدت 15 يوم بتعالج يعني انا مش عارفه بصراحه مين محمد المرشدي يعني ايه القهر ده احنا عايشين في عذاب كل يوم ضرب نار كل يوم مشاكل كل يوم عربيه بتتخبط كل يوم واحد بيتعور كل يوم محاضر بقى قصه المحاضر يعني حدث ولا حرج يعني في المحاضر اتنفستي يعمل لك محضر اعترضتي يعمل محضر ركنت العربيه يعمل لك محضر واقفه بتنشري يصورك واقفه جنب الحفره اللي المفروض يبنيها يصورك وركنه عربيتك بتجيبي منها حاجه يصورك وحاطط لنا كاميرات يعني. أنا واحد من الناس عندي في البرج عندي في الجراج تحت مخالفات ممكن ألاقي البرج نفسه بينهار في أي وقت لو لو أي حد يجي يبص عندنا يعني البروشورز اللي إحنا خدناها كان المفروض فيها نادي على مساحة ثلاثة فدادين الثلاث فدادين دول فيهم ملعب سكواش وصالات مغطاة ومش عارف إيه لو نيجي نبص بقى على الحقيقة الحقيقة ما يكملش واحد على عشرة من اللي إحنا اشترينا عليه إحنا وقفنا مع مدير المشروع في البرج عندنا وقلنا له إحنا مش عايزين غرف الخدمات الخدمات دي اصلا مش عايزين الغرف الخدمات اللي انت هتعملها لنا دي قال لا ده انا جاي لي امر ولازم انفذه ده دليل على انهم فعلا هيبيعوها دوبلكسات ودور مخالف على الروف <applause>